صباحاتكم خير متابعينا الأحبة، وصباحكم الاحتفال بهذه الأيام النوفمبرية بمناسبة العيد الوطني 52، والجميل أيضا الدول العربية الصديقة الشقيقة تشارك في هذا الاحتفال، وطبعا نحن نفتخر بالاحتفال معهم وهم يحتفلون معنا. عبر الهاتف معانا الفنان والمطرب الكويتي مرزوق أبو عاشق. يا هلا وسهلا فيك وصباحك خير ونور وسرور. يا صباح النور والنور، يا هلا عليك إن شاء الله يا رب على الأعمال وعلى سيدي صاحب المقام العالي سيدي هيثم، أقول لك العام بخير ولعهد الأزل، عسى أعمال دومة كلها أفراح وأفراح إن شاء الله يا رب. أمين يا رب العالمين. الفنان والمطرب الكويتي مرزوق أبو عاشق، نرحب فيك عبر إذاعة الشبيبة وأهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني سلطنة عمان. بداية حدثنا عن زيارتك وتواجدك معنا في السلطنة. والله زيارتي أنا جاي أحتفل وياكم، جاي من الكويت أنا والأهل معي. قلت أنا لازم أني أشارك في العيد الوطني، أبي أفرح مع هالناس الفرحانين. أنا كأني قاعد سبحان الله في الكويت، وأنا قاعد في عمان. عمان الكويت شيء واحد يا رب لك الحمد، وفرحنا مع الناس الفرحانين يا رب لك الحمد. الحمد لله أصلي دوم عليكم أفراح وفراح يا رب. أمين يا رب العالمين. من خلال تواجدك هنا في السلطنة أستاذ مرزوق، خبرنا عن تعاوناتك الفنية مع فنانين عمانيين من الشعراء تحديدا، كلمنا عن هذه التعاونات والأعمال الفنية. والله التعاونات أول شيء أمسي على كل من بقول اسمه وكلهم حبايبي كلهم أخواني، أمثال الشاعر محمد صلى الله عليه وسلم حلو الخير وقل لك العام بالخير، وأخوي الشاعر سعيد الهنداسي أما أقول لك العام بالخير وعمال الخير، الشاعر نبيل المسعدي، الشاعر سالم البديوي، خميس عاشور، الملحن وفي أبو اليعرب. ولكن في أقول لك في كلام شوية عندي يقول فوق السماء علي وخنجر وسيفين، الدار بك زانت من يوليها 70، ورفرف سلام وعز لعمان وأهل عمان، دام الوفا دام الوفي هيثم في مجدها ربان. الله في مجدها ربان. الله الله عليك أستاذ مرزوق، ما شاء الله عليك. وبما أنك موجود اليوم عبر إذاعة الشبيبة أكيد حابين نسمع شيء من أعمالك الفنية وأنت في بلدك سلطنة عمان، إيش حاب تسمعنا؟ الله يماني عارف عارف شو سمعت الغاضي أطربنا أطربنا شوي نحتفل ونحتفي بهذا اليوم. أسأل الله سلامكم إن شاء الله والديهم يا رب عليهم أفراح بفرح. على فكرة الكلام اللي توني قلته هذا يخص طبعا الشاعر سالم البداوي، بإذن الله راح يغنيها بصوت الواعد محمود الشماخ، راح تسمع صوته إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله صوت عماني واعد وصوت جميل، هذا يعني أكبر أكبر يعني فرحة لأهل عمان. الولد راح يطلع إن شاء الله بالخليج وبيض وجيهنا إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله يعني صوت يعني عذاب يعور بالعرب. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله، يعني عندكم أصوات في عمان يعني شيء عجيب وغريب يا ما شاء الله، عسى الله يحفظهم إن شاء الله يا رب كلنا بس. أمين يا رب العالمين. ولكم الأكيد يعني هناك في شباب واعدين وأصوات جميلة، ونحب دائما أن نسمع الجديد منكم أكيد. طيب يلا سمعنا، إيش رأيك؟ متحمسين ومتشوقين؟ والله حيرتني ما أدري، ما أنا عارف أنا شو يعني حتى ما أنا حاضر شيء بس كذا على السريع. طيب طيب فوق السماء علي وخنجر وسيفين، فوق السماء علي وخنجر وسيفين، الدار بك زانت من يولي السبعين، رفع سلام وعز
عندها ربها. الله 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 عليك عادل أستاذ مرزوق، ما تكون بخيل شوية بيتين؟ حابين نسمع كثير دامك موجود، ننتهز الفرصة إن شاء الله. محمود الشماخ أنا يعني ترى عطيت كمية على فكرة يعني صافي، أول إذاعة تسمع أني أنا أسوي لحن على هوا مباشرة، ترى إذاعتكم الطيبة. الله الله، ونحن نستاهل أكيد، وإنت كريم ونحن نستاهل، ليش لا؟ حصري على الشبيبة بإذن الله. طيب اللي أعرفه أن الفنان مرزوق بوعاشق يتميز في أداء الجلسات الطربية، كلمنا عن هذه المشاركات وأعمالك في الجلسات الطربية تحديدا. والله أنا مستقر، أنا مستقر أختي رزان، يعني أحب يعني ما في لون أنا ما قلته، يعني أغلب شيء اللي أنا قلته تقريبا العدنيات، أيوة اللي هي الجلسات الشعبية الحلوة، قلت طبعا اللون العدني، قلت اللون السامري، قلت اللون الخليجي في أنواع فيما يخص كل البلاد، قلت الصوت، قلت الفن العراقي، يعني ما في شيء ما قلته يا ربي لك الحمد، في كل شيء تميز فيه يا ربي لك الحمد، والحمد لله وفضل الله اللي أجيده. فهذه مسيرتي يعني، وحتى البداوي قلت اللي هو طبعا البداوي الأقلم شيء يكون فيه طبعا شيء من الإمارات وشيء من السعودية اللي هو الفن البدوي، هذا اللي أنا أول ما تخصص فيه من بعث من هالمكان هذا، بعدين صار عندي انفتاح ويا رب لك الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الله يوفقك بإذن الله. الفنان مرزوق بوعاشق، قبل الختام بما أنك ذكرت أن بداياتك عن غنيت الأغاني البدوية، فإيش رأيك تسمعنا كذا قبل لا نختم معاك؟ يقول واحد عظيم الشان باسمه بيدينا، وعلم ترى رزق الخلايق بيدينا، يرتاح من يوفي مع الناس يدينا، ويبات الأطالب لأخوك بطلو. سلامتك وتعيشين، وكل عام وانتم بخير وعمان بخير يا رب، وانت بألف صحة وسلامة، واتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله وفي الأعمال الوطنية القادمة بإذن الله، ونحن جدا سعيدين بتواجدك في أرضك الثاني سلطنة عمان، وبإذن الله زياراتك راح تتكرر بإذن الله، وحابين أيضا يكون كل شيء حصري على الشبيبة. الله يسلمك. شكرا لك. مشكورة ويومك سعيد، مع السلامة.